لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سنغدو للقمة نسمو الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الجوانب الأخلاقية التي ينبغي أن نحرص عليها احترام الخدم. الغالب منا عنده خدم، سواقين، طباخين، إلى غير ذلك، فرعايتهم مما يجب الحرص عليه. ولقد ورد في السنة المطهرة أحاديث كثيرة تحثنا على هذا الجانب الأخلاقي بين الإنسان وخدمه، سواء كان مملوكا أو غير مملوك. فعن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سكت عن الجواب في أول الأمر. ثم قال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم مرة ثانية؟ فقال: كل يوم 70 مرة. كل يوم 70 مرة تعفو عنه. وجاء أيضا في حديث آخر عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم. بعض الناس لا يرعى هذه الحقوق، يتسلط على هذا السائق مثلا، أو على هذا الطباخ، أو على هذا الموظف، يتسلط عليه تسلط عجيب، وهذا لا يجوز، بل ويلعنه ويشتمه. وهذا حادث، وقد سمعناه، وقد رأينا كثيرا من الخدم يشكون من مواليهم في هذا التصرف العجيب الباهت. وفي الحديث أيضا: إذا ضرب أحدكم خادما فذكر الله، أي ذكر الخادم الله عز وجل، فارفعوا أيديكم عن ضربه. وجاء أيضا: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. قد تجد الولد يتسلط على أيضا الخادم أو الخادمة، فعلى أبيه أن يعلمه الجانب الخلقي. وأنا أذكر واحد فصل ملابس مع خياط من الخياطين قبيل عيد الفطر في العام الماضي، وجاء ليأخذ ملابسه، وربما الخياط تأخر في الملابس، فسب ذلك الخياط وشتمه وشتم أمه وشتم أباه. بأي حق يا أخي يقول لا تشتم هذا؟ بأي حق؟ لا يجوز شتمه، وذلك لا يعرف يتكلم العربية، ولا يعرف بعض الكلمات التي أطلقها الساب عليه، شتمه، لعن أمه، لعن أباه. بأي حق هذا؟ نحن بحاجة إلى صيانة اللسان، هذه الألسن بحاجة إلى صيانة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم معاذ بن جبل أحكام الدين قال له: ألا أدلك بملاك ذلك كله؟ قال: نعم. قال: كف عليك هذا، أي لسانك، كف عليك هذا. فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به.
قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يقول ابن مسعود نظرت في جوارحي فما رأيت جارحة بحاجة إلى سجن كاللسان. اللسان نعمة كبرى من نعم الله، فيجب على الإنسان أن يطلقها في الخير، في الكلم الطيب، في الصدق، في الخطاب الهادئ الهادف، لا في السب والشتم. بأي حق الإنسان يروح يشتم إنسانا آخر؟ ولقد مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام في طرق المدينة، فسمع بعض الصحابة يشتم مملوكة، فقال له لقد طف الصاع، لقد طف الصاع، يعني تجاوزت حدك، لقد طف الصاع. فماذا قال ذلك الصحابي؟ قال لمن سب تعال ضع قدمك على وجهي لعل الله يرحمني، فقال له لن أضع قدما على وجه سجد لله. كل ذلك أيها الإخوة فيه دلالة على تعليمنا الأخلاق بين بعضنا البعض، بين كبيرنا وصغيرنا، بين عالمنا وجاهلنا، بين حاكمنا ومحكومنا، بين أيضا بعضنا البعض، بين عربينا وعجمنا إلى غير ذلك. فاللسان حصان الإنسان، فينبغي على كل واحد أن لا يطلق لسانه فيما لا يرضي الله عز وجل من أقوال فاحشة، من سب وشتم ولعن إلى غير ذلك. تجد بعض الناس يطلق لسانه هكذا، يطلق لها العنان، يأتي إلى بيت مثلا ويجد البيت مغلق ويضرب يعني الجهاز لكي يفتح له ولم يفتح له، وقد يفتح له فيما بعد، ثم ينزل يسب الزوجة ويلعن الزوجة ويلعن الأولاد والعياذ بالله. هذا حاصل، لماذا؟ أين الجانب الأخلاقي أيها الإخوة؟ أين الجانب الأخلاقي الذي يجب علينا أن نجسده في حياتنا، بيننا وبين أسرنا، بيننا وبين أولادنا؟ هذا يلعن ولده، هذا يسب زوجته، هذا يطلق زوجته، إلى غير ذلك، بأسباب تافهة. بأي سبب؟ ببعدنا عن الجانب الأخلاقي. أما نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أحاسنكم أخلاقا، المؤطؤون أكنافا، الذين يألفون ويولفون، أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وخالق الناس بخلق حسن. أحاديث كثيرة وردت في الحث على الأخلاق، وخالق الناس بخلق حسن. فيجب على كل واحد منا أن يرعى هذه الحقوق، ولا يكفي رعايتها فقط، إنما أن يعلمها زوجته وأولاده، حتى ينشأ البيت، حتى تنشأ الأسرة على الأخلاق وعلى القيم وعلى المثل العليا. بهذا أيها الإخوة نستطيع أن نحتفظ بحقوق الآخرين، سواء كانوا خدما أو كانوا غير خدم، سواء كانوا أقرباء أو غير أقرباء. بهذا نستطيع أن نجسد حياتنا الإسلامية بين بعضنا البعض، بالحفاظ على هذه الحقوق جميعها. والله تعالى نسأله أن يأخذ بأيدينا إلى الطريق الصلاح والفلاح، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم مشاهدي الأكارم ورحمة الله وبركاته. نبني مجتمعا من نهج الخير.